اللي موجودين هنا شفنا منظر ما بنشوفه الا بالافلام. هذا الكلام مش راح بوعد رهط كله، هذا الكلام مش راح يصير ومش راح يكمل. فاتوا على الناس جوا، بيجي سبع ثمان شباب معهم دبابيس، معهم كمان اطلاق نار ومعهم رصاص. هذا ولا هذا ما بيصير، هذا اللي التكسير يا اولاد، يعني اطلاق نار. فاتوا هنية كسروا، في نسوان في شباب، كل المنظر الموجود هنية، يعني حوالي 100 شخص كانوا موجودين في كافيه اقتحمونا شباب ملثمين بالهروات والسلاح. هذا ال